أهلا بيكم شباب أولى ثانوي. Unit 2 Cell Structure and Function. هنكمل مع بعض Chapter 2. Chapter 2 بيتكلم عن Cell Ultrastructure، يعني هناخد كل مكونات السيل وهندرسها وندرس الستركشر بتاعها والفانكشن بتاعتها. هنبتدي نشرح Part 1 Cell Ultrastructure. The cell is a functional and building unit in all living organisms. يعني السيل ده المكون الرئيسي لأي living organism. These cells are characterized by. السيلز دي بتتميز بإيه؟ Their ability to grow, reproduce, respond to external stimuli. يعني بتستجيب للمؤثرات الخارجية. And perform the different metabolic processes. يعني السيل بتحصل فيها عملية الميتابوليزم، والميتابوليزم مقسوم نصين، أنابوليزم بناء وكاتابوليزم هدم. طب إيه اللي يخلي السيل تقدر تؤدي كل الوظائف دي؟ لأن السيل مليانة أورجانيلز، وكل أورجانيل ليه وظيفة من الوظائف المختلفة، فكل الأورجانيلز بكل وظائفهم اللي بتؤديها كل ده بيبقى جوه السيل. Cell parts مكونات السيل. السيل دي بتتكون من بروتوبلازم. البروتوبلازم ده عبارة عن جزئين، سيتوبلازم ونيوكلس. البروتوبلازم ده بيبقى جوه السيل. طب البروتوبلازم ده surrounded by walls. لو أنا هتكلم عن البلانت سيل يبقى البروتوبلازم surrounded by cell membrane and cell wall، يعني آخر حاجة تبقى cell wall، ده الجدار الخارجي للسيل. لو بتكلم عن animal cell لا، البروتوبلازم surrounded by cell membrane only. لما أدخل جوه السيتوبلازم، السيتوبلازم فيه إيه؟ group of cellular structures called cell organelles. يعني جوه السيتوبلازم فيه group من السيل organelles اللي إحنا هندرسهم بالتفصيل. هنبتدي في الشابتر ده مع بعض، هندرس مكونات السيل، تركيب السيل ومكوناتها من جوه، الأورجانيلز اللي جوه السيل. هندرس لكل جزء ولكل أورجانيل اللوكيشن، فانكشن، استراكشر، يعني مكانه فين في السيل أو مكانه فين في أي ليفينج أورجانيزمز، استراكشر تركيبته، فانكشن وظيفته. هنبتدي مع بعض السيل وول. لوكيشن وفين، مكانها فين السيل وول، نلاقيها فين السيل وول. The cells of plants، algae طحالب، فانجاي فطريات، and some bacteria يعني مش كل أنواع البكتيريا. Some bacteria are surrounded by cell wall besides the cell membrane، يعني في أنواع من البكتيريا فيها cell wall و cell membrane. Function of it، وظيفته إيه cell wall؟ Provides the cell with support، يعني بيديها القوة، بيديها الدعامة. And protection، وبيديها الحماية ليها. Gives the cell its shape، وبيديها الشكل المميز ليها. يعني السيل وول يعتبر قوة وحماية وبيدي شكل مميز للسيل. ليه فايدة تاني؟ allow the passage of water and dissolve the substance through it easily. يعني تقدر الووتر والصول تعدي من السويل وتدخل جوه البلانت السيل عن طريق السيل وول. وده لأن السيل وول ده بيبقى بريميبل منفذ، فيه بيبقى فتحات صغيرة، ثقوب صغيرة بيعدي منها الووتر والصول تدخل جوه السيل. عشان كده احنا بنقول ايه؟ What is the structure of cell wall? The cell wall characterized by pitted. كلمة pitted يعني مثقب، في فتحات صغيرة small holes يقدر يعدي منها الوتر والسولز. كمان المعلومة دي احنا خدناها قبل كده. Composed of cellulose fibers، يعني السيل وول متكون من السيلولوز. دي خدناها في يونت 1، كنا بنقول السيلولوز ده نوع من انواع الكومبلكس شوجر، consist of large number of glucose molecules. فنقول السيل وول made of cellulose and pitted. زي ما قلنا قبل كده ان البلانت consists of plant cells. Each plant cell contains cell wall. وبرضو قلنا اهمية السيل وول للبلانت سيل. بتعمل ايه؟ Protecting these cells and making them resistant to wind and other weather factors. يعني السيل وول ده بيخلي البلانت يقدر يحمي نفسه او يقدر يقاوم الرياح وعوامل الطقس الاخرى.
طب البلانت سواء كان كبير في الحجم أو صغير contain plant cells والبلانت سيل contain cell wall. طب عندك مثلا زي شجر النخيل، دي أشجار خشبية معمرة عندها سيل وول، السيل وول ده بيديها نوع من القوة عشان تقدر تقاوم الرياح. يبقى فور اكزامبل these walls provide the cells with strong support as in the perennial trees such as palm trees. لو عندك نباتات صغيرة عشبية صغيرة دي برضو عندها سيل وول، بس السيل وول ده بيبقى فيه جزء من المرونة. بيقول لك herbal small plants contain cell walls with little elasticity، يعني بمرونة قليلة شوية. دي بتخلي البلانت ده أو الهربز دي تقاوم الرياح وتحافظ على نفسها وعلى شكلها لو مر عليها أي رياح قوية. بيقول لك make them maintain their shapes as they are exposed to strong wind. يعني السيل وول يستخدم في الحماية وتقوية البلانت، ويقدر يحمي نفسه ضد الرياح أو أي عوامل خارجية، عوامل جوية خارجية. تاني حاجة هناخدها سيل ممبرين أو بنسميه برضو بلازما ممبرين. لوكيشن مكانه فين؟ surrounds cytoplasm of plant and animal cell. البلانت سيل احنا قلنا عندها كام وول؟ اتنين، سيل وول وسيل ممبرين. طب الانيمال سيل عندها اول واحده اسمها سيل ممبرين، يعني السيل ممبرين هتلاقوه في البلانت وفي الانيمال، وده يعتبر هو اللي ملازم او محيط بالسيتوبلازم. ايه الفانكشن بتاعت السيل ممبرين؟ اولا ده سيل ممبرين كفر ذا سيل، ما هو يعتبر كفر للسيل سواء في البلانت او الانيمال. سيبريت اس كومبوننت اند سراوندنج ميديوم، يعني بيبقى عامل فاصل ما بين السيتوبلازم اللي جوه السيل وكل مكونات السيتوبلازم وبين الوسط المحيط بالسيل. تاني حاجة، ايه دور organizing the passage of substance to and from the cell؟ بيعمل عملية تنظيم المواد اللي داخلة وطالعة، السولتس اللي بيدخل السيل أو الويست اللي بتطلع من السيل، بيتحكم في الدخول وفي الخروج. كمان prevents spreading of cytoplasm outside the cell، بيمنع خروج السيتوبلازم بره السيل. ما لو السيتوبلازم طلع بره السيل، السيتوبلازم فيه كل المكونات اللي بتفيد السيل، في كل الاورجان اللي بتشتغل للسيل، يبقى معنى كده السيل دي هتموت، فلازم يعمل عازل بحيث يمنع السيتوبلازم انه يطلع بره السيل. ما قلنا ان السيل ممبرين consist of two layers of phospholipids. بين التو لايرز اوف فوسفوليبيد في بروتين مولكيولز بين الطبقتين بتوع السيل ممبرين. طب البروتين مولكيولز دي دوره ليه دورين اهميتين. اول حاجه سيل ايدنتيفيكيشن سايتس تو ديفرنت سبستانس ساتش از نيوتريانتس اند هرمونز، تعتبر زي مواقع تعرف للسيل عن طريقه السيل تقدر تتعرف ايه نوع المواد اللي داخله وايه نوع المواد اللي خارجه، زي النيوتريانتس المواد الغذائيه زي الهرمونات سواء داخل او طالع بتقدر السيل تتعرف عليهم. ليه دور تاني، البروتين بيعمل ايه؟ act as gates to pass the substance to and from the cell، يعتبر زي بوابات بتعدي منها النيوترينس بتعدي منها الهرمونات سواء داخلة للسيل او خارجة من السيل. كان الفوسفوليبيد احنا قلنا عليه ده نوع من انواع الكومبلكس ليبيدز، فالفوسفوليبيد واخد شكل مادة سائلة. طب ما السيل ممبرين معمول من الفوسفوليبيد، يبقى السيل ممبرين واخد منظر تركيب سائل. فلما يبصوا عليه تحت الميكروسكوب فلاقوا ان السيل ممبرين فوق السيتوبلازم كانه طبقه من الزيت بتطفو على سطح الميه. من ضمن مكونات السيل ممبرين كوليسترول مولكيولز، والكوليسترول ده نوع من انواع الديريفاتيف ليبيدز. الكوليسترول ده بيبقى في حاله ارتباط بينه وبين الفوسفوليبيد، يعني في لينكج بين فوسفوليبيدز and cholesterol molecules. الاثنين دول بيخلوا السيل ممبرين cohesive and intact، يعني بيخلوا السيل ممبرين في حالة تماسك والشكل بتاعه واضح وسليم. Between the living machinery of the inner cell and the harsh conditions of the outside world stands the cell's plasma membrane. As crucial as this barrier is, it's surprisingly flexible. Push it and watch it move. Poke hard enough and it might break and begin to regroup. The lipid molecules of the membrane naturally assemble in a double layer because their tails repel water as their heads attract it. Throw in some cholesterol and a few carbohydrates and you have the basic structure
of a plasma membrane. Within these lipid molecules, we also find different proteins which do various things for the cell. For instance, they receive signals from the world outside, or they transport nutrients and waste. So nature composes the membrane with a combination or mosaic of different lipids, carbohydrates, and proteins. And these molecules are not stationary. They constantly move within the structure, fluidly changing their positions. The survival of all life rests on this veil of material. A supple membrane, just two molecules thick. Third, nucleus, the structure of nucleus. Number one, the nucleus is the most obvious organ in the cell that you can see under the microscope. يعني أوضح جزء في السل ونقدر نشوفه تحت الميكروسكوب بتكون النيوكليوس. النيوكليوس has a spherical or oval shape, يعني شكل كروي أو شكل بيضاوي. مكانها فين؟ in the middle of the cell. يبقى حوالين النيوكليوس double membrane, يعني two membranes بيغطوا النيوكليوس من بره. الدبل ميمبرين بنسميهم نيوكليار انفلوب. Function of nuclear envelope. Nuclear envelope separates the content of nucleus from cytoplasm. يعني تعتبر خط فاصل ما بين مكونات النيوكليوس اللي جواها وبين السيتوبلازم اللي بيحيط بيها. Nuclear envelope contains tiny pores, في ثقوب صغيرة جدا أو دقيقة جدا, بحيث ان السبستنس الموجوده جوه النيوكليوس عشان تطلع تروح للسيتوبلازم بتعدي عن طريق التايني بورز. زي مين السبستنس؟ درسنا قبل كده الار ان ايه. الار ان ايه ده بيستنسخ ويتكون من الدي ان ايه جوه النيوكليوس, وبعد كده بيتحرك للسيتوبلازم عشان يؤدي الوظيفه بتاعته انه بيكون البروتين. عشان يقدر يتحرك من النيوكليوس لغايه السيتوبلازم بيعدي عن طريق التايني بورز. النيوكليوس كونتين ترانسبيرنت جيلاتينس فلويد called nucleoplasm, يبقى فيها سائل شفاف هلامي بنسميه nucleoplasm. كمان جوه النيوكليوبلازم اللي هو السائل ده بيبقى فيه من التانجلستريس خيوط دقيقة جدا متلاصقة وملفوفة حوالين نفسها بنسميها كروماتين. During cell division, لما أقول cell division بمعنى في تالتة إعدادي خدنا نوعين من الديفيجن بيحصلوا للسيل, ميتوزس وميوزس. فهنا بقولك during cell division الكروماتين في حالة الميتوزس أو الميوزس, يعني cell division عامة, الكروماتين ده changes to rod-like structure, بيتحول لخيوط تاني دقيقة شبه العصاية كده بنسميها rod-like structure اسمها كروموزومز. يعني الكروماتين بيتحول لكروموزوم, بيتفك ويتحول لكروموزومز. ليه النيوكليوس فيها تاني جسم تاني أصغر منها موجود جوه النيوكليوس بنسميه نيوكليولس. النيوكليولس ده لازمته ايه؟ فايدته ايه؟ اول حاجه بيساعد في تكوين البروتين. احنا قلنا السيل نيوكليوس كونتين 1 نيوكليولس, لا ده في نيوكليوس بيبقى فيها اكتر من واحده, مور ذان 1 نيوكليولس. وخصوصا دي لما تبقى النيوكليوس دي موجوده جوه السيل مسؤول عن تكوين البروتين زي الانزيمز او الهرمونز, فلازم تكون النيوكليوس فيها نسبه عاليه او كميه اكبر من النيوكليولس. Structure of chromosomes. أثناء السيل ديفيجن بيحصل الكروماتين ده بيتفك لخيوط اسمها كروموسومز. طب في السيل ديفيجن بيبقى فيها أربع مراحل كنا بناخدها في تالتة إعدادي, بروفيز, ميتافيز, أنافيز, تلوفيز. مرحلة الميتافيز بيبتدي تظهر تركيبة الكروموسومز. طب الكروموسوم بيتكون من إيه؟ تو ثريدز, خيطين, joined together a central part called centromere. كل thread منهم أو كل خيط منهم بنسميه كروماتيد. طب الكروماتيد ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن DNA surrounded أو coiled around molecule of protein called histone. يعني الكروماتيد ده عبارة عن بروتين اسمه هستون وبيلف حواليه nucleic acid اللي هو DNA. Function of DNA. ليه فايدتين. اول حاجه DNA carry genetic information, يعني بيحمل كل المعلومات الوراثيه اللي بتعمل ايه, controls the shape and structure of the cell. تاني حاجه
organizes the vital activities يعني يستخدم في عملية تنظيم the vital activities of living organism cells. طب كل الجينات الوراثية الموجودة عندنا في جسمنا دي ورثناها منين؟ من الأجداد، والأجداد برضو ورثناها من الأجداد اللي قبليهم. يعني عايز يقول الصفات الوراثية بتتنقل من جيل للتاني أثناء عملية الريبرودكشن. Give reason كروموسومز were given this name. يعني ليه إحنا بنسميه باسم كروموسومز؟ ليه؟ إن الكروموسومز ده بيبقى عليه صبغة قاعدية نقول عليها basic dyes. الصبغة دي بتدي الكروموسوم لون خاص بيه، وعن طريق اللون ده بنقدر نشوف ايه اللي بيحصل للكروموسوم اثناء السيل ديفيجن في كل مراحل السيل ديفيجن، من اول البروفيز للميتافيز للانافيز للتيلوفيز. في معلومة تانية عايزين نعرفها، احنا بنقول ان الكروموسومز consist of two chromatids، يعني كل كروموسوم بيتكون من two threads بنسميهم chromatids. لا، مش كل الكروموسومز consist of two chromatids، في مرحلة البروفيز والميتافيز فقط الكروموسوم consist of two chromatids. الكروموسوم consist of one chromatid في حالة الأنافيز والتلوفيز ويسموه daughter chromosome. As the beginning of each new division، في بداية أي division في خطوة كنا بنسميها interphase، ودي بيحصل فيها دوبليكيشن للجين اي او دوبليكيشن للجيناتك ماتيريال. يعني في خطوه الانترفيس الكروموسوم بيكونسيست اوف وان كروماتيد، لما يجي يحصل له دوبليكيشن يرجع تاني يبقى الكروموسوم كونسيست اوف تو كروماتيدز، فبيدخل في مرحله البروفيز كونسيست اوف تو كروماتيدز. الشكل اللي قدامنا بيبين تركيب الكروموسوم، بيتكون من تو كروماتيدز جوينت باي سنترومير. Function of nucleus. Number one, it is a control center in all cell activities. Number two, it contains chromosomes responsible for transferring genetic traits. Number three, control in the division of the cell. Number four, it contains the nucleolus responsible for formation ribosome, which play a very important role in formation of protein. Nucleus, ultrastructure and function, part 1. The nucleus is composed of various structures, namely nuclear envelope, nucleoplasm or nuclear sap, nuclear matrix, chromatin, and nucleolus. The nuclear membrane forms an envelope-like structure around the nuclear contents and is commonly known as the nuclear envelope. The nuclear envelope separates the nucleoplasm from the cytoplasm. The electron microscopic studies of the nuclear envelope have shown that it is composed of two unit membranes, an outer membrane and an inner membrane. Each membrane is about 75 to 90 angstroms thick and lipoproteinous in nature. The outer and inner nuclear membranes remain separated by a space known as perinuclear space. The outer nuclear membrane often remains rough due to the presence of ribosomes on its surface. Sometimes it remains continuous with the membranes of the endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondria, etc. The inner nuclear membrane contains no ribosomes, and sometimes it also remains associated with the chromatin. Further, the nuclear membrane is followed by a supporting membrane of a uniform thickness known as fibrous lamina, which is 300 angstrom in thickness. At certain places, the nuclear envelope is interrupted by the presence of small structures called nuclear pores. The number of pores for a particular nucleus is variable and often depends on the species and type of the cell.
Watson, 1959, has calculated the nuclear pores of the mammalian cells as 10% of the total surface area of the nucleus. The nuclear pores are octagonal in shape and have a diameter of 600 angstroms. These are enclosed by a circular structure known as annuli. The pores and the annuli are collectively known to form the pore complex. The pore complex remains arranged hexagonally on surface of the nuclear envelope. The annuli have an outer diameter of 1200 angstroms and an inner diameter between 0 and 400 angstroms. In certain cases, the pore complex remains covered by a thin membrane or septum, which may serve as a special structure for the selective permeability. The nuclear membranes of nuclear envelope perform various functions for the nucleus, such as in certain cells like oocytes. The nuclear membranes allow free exchange of ions between the nucleus and the cytoplasm, while certain nuclear membranes, as of the cells of the salivary glands of Drosophila, act as a barrier for diffusion of substances and even the ions of potassium, sodium, and chlorine. The nuclear pores are the pathways for the exchange of the macromolecules. The pores help in exchange of materials between nucleoplasm, nuclear fluid, and cytoplasm. The ribonuclear proteins, RNP, granules leave the nucleus through nuclear pores from the nucleoplasm to the cytoplasm. The annuli regulate the exchange of the macromolecules through the pore complex according to their chemical nature and size. The permeability of the pore complex depends on the type and metabolic state of the cell. The nuclear envelope disappears during cell division and reappears during nuclear reorganization. The space between the nuclear envelope and the nucleolus is filled by a transparent, semi-solid, granular, and slightly acidophilic ground substance, or the matrix, known as the nuclear sap, or nucleoplasm, or carriolin. The nuclear components, such as the chromatin threads and the nucleolus, remain suspended in the nucleoplasm. The nucleoplasm has a complex chemical composition. It is composed mainly of the nuclear proteins, but it also contains other inorganic and organic substances, such as nucleic acids, proteins, enzymes, and minerals. The common nucleic acids of the nucleoplasm are the DNA and RNA. Both may occur in the macromolecular state or in the form of the monomer nucleotides. The nucleoproteins of the nucleoplasm can be categorized as histone or basic proteins and non-histone or acidic proteins. The proteins which take basic stain are known as the basic proteins. The most important basic proteins of the nucleus are nucleoproteins and the nucleohistones. The acidic proteins either occur in the nucleoplasm or in the chromatin. The most abundant acidic proteins of the euchromatin are the phosphoproteins. The nucleoplasm contains many enzymes which are necessary for the synthesis of the DNA and RNA. Most of the nuclear enzymes are composed of non-histone acidic proteins. The most important nuclear enzymes
are the DNA polymerase, RNA polymerase, NAD synthetase, nucleoside triphosphatase, adenosine deaminase, nucleoside phosphorylase, QNase, aldolase, enolase, 3-phosphoglyceraldehyde, dehydrogenase, and pyruvate kinase. The nucleoplasm also contains cofactors and coenzymes such as ATP and acetyl-CoA. According to Stonberg, 1939, and Downs, 1955, the nucleoplasm contains small lipid content. The nucleoplasm also contains several inorganic compounds such as phosphorus, potassium, sodium, calcium, and magnesium. The nucleoplasm performs certain functions such as supporting the chromatin material and nucleolus and providing turgidity to the nucleus. It is the site of synthesis of DNA, RNA, and ribosomal subunits. Nuclear matrix is a network of fine crisscrossing protein-containing fibrils which are joined to the nuclear envelope by their ends. On the periphery, below the nuclear envelope, nuclear matrix forms a dense fibrous layer called nuclear lamina. The nuclear matrix maintains the shape of the nucleus. Chromatin fibers are anchored to the nuclear matrix. The machinery for various nuclear activities, such as replication and transcription, is associated with the nuclear matrix. The nucleoplasm contains many thread-like, coiled, and much elongated structures which take readily the basic stains, such as the basic fuchsin. These thread-like structures are known as the chromatin substance or the chromatin fibers. During the cell division, chromatin fibers become thick ribbon-like structures which are known as the chromosomes. Chemically, chromatin consists of DNA and proteins. A small quantity of RNA may also be present. Most of the protein of chromatin is histone, but the non-histone proteins are also present. The protein DNA weight ratio averages about 1:1. The fibers of the chromatin are twisted, fine anastomose, and uniformly distributed in the nucleoplasm. Two types of chromatin material have been recognized: heterochromatin and euchromatin. The darkly stained, condensed region of the chromatin is known as heterochromatin. The heterochromatin occurs around the nucleolus and at the periphery. It is supposed to be metabolically and genetically inert because it contains comparatively small amounts of DNA and a large amount of RNA. The light stained and diffuse region of the chromatin is known as the euchromatin. The euchromatin contains comparatively large amounts of DNA. Heterochromatin remains tightly coiled during interphase, while euchromatin remains loosely coiled, forming a network. The former is a condensed region of chromatin, whereas the latter is a diffused region. Heterochromatin has granules of various sizes, whereas euchromatin does not have granules. Besides, heterochromatin is present in certain places in chromatin, while euchromatin forms the bulk of the chromatin. Heterochromatin is supposed to be genetically inert and does not take part in transcription. It replicates late in the S phase. On the other hand, euchromatin is genetically active and only a portion of it, associated with acid proteins, takes part in transcription.
it replicates early. Fourth, cytoplasm. Cytoplasm is fluid substance present between cell membrane and nucleus. يعني مادة شبه سائلة موجودة بين cell membrane والنيوكليوس. What is the structure of cytoplasm? Cytoplasm composed of water and some organic and inorganic substance. Contain network of threads. يعني خيوط كتيرة متشابكة مع بعضها على شكل شبكة and microtubules أنابيب دقيقة جدا رفيعة جدا جدا acquire the cell support to help it maintain its shape and form. يعني الخيوط دي بتكسب الخلية زي دعامة أو تقوية عشان تحافظ على شكلها وقوامها. بالإضافة كده في إيه؟ إن الخيوط الرفيعة دي اللي هي microtubules بتعمل إيه؟ passage to transfer the different substance from place to another. يعني بالإضافة إنها بتعمل زي مسار بتنتقل عليه أي substance أو أي مادة جوه السيل من مكان لمكان. الميكروتيوبولز دي بنسميها cytoplasm contains group of structures known as cell organelles. هنقسم السيل organelles نوعين. Some of these organelles are not surrounded by membrane. يعني في organs مش محاطة بالممبرين فدي بنسميها non-membranous organelles. Example ليها ribosomes and centrosomes. في أنواع تانية من organelles surrounded by membrane ودي بنديها اسم membranous organelles. طب مين organelles دي example ليها مين؟ Endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes, vacuoles and blastids. Number one, ribosomes. Function of ribosomes. Ribosomes are round-shaped organelles. Form proteins. يعني معنى كده ان فايدة الريبوسوم انه بيكون البروتين جوه السيل. Site of ribosomes. مكانه فين؟ Some of them. يعني في جزء من الريبوسومز بيبقى مكانه جوه السيتوبلازم. بيبقى واخد single or cluster. يعني في شكل مفرد او في مجموعات.
في الحالات دي كلها بيعمل بروتين هيدي لمين بقى؟ للسيتوبلازم اللي هو قاعد معاه. السيل بقى هتستفاد من البروتين اللي جوه السيتوبلازم في ايه؟ بتستخدمه في ايه؟ جروث، ريجينريشن اند سو اون، تستخدمه في عملية النمو، في عملية التجدد، واي عمليات ايه اخرى. معظم الريبوسومز بتبقى موجودة على سطح اورجانيل اسمه اندوبلازميك ريتيكولم. الريبوسوم هنا بيعمل بروتين هيديه المرة دي لمين؟ للاندوبلازميك ريتيكولم اللي هو عايش على السطح بتاعها. تيجي الاندوبلازميك ريتيكولم دي تروح واخد البروتين وتعمل عليه شوية تعديلات أو تدخل عليه شوية تعديلات وتحوله الإنزيمز، وبعد كده بتطلعه بره السيل. نمبر 2 سنتروسوم، سايت اوف سنتروسوم. بتلاقيه فين السنتروسوم؟ في الانيمال سيل، سام فانجاي سيل، ما عدا النيرف سيل لا تحتوي على السنتروسوم. السنتروسوم ده consists of two tiny particles called centrioles، يعني بيتكون من جسمين دقيقين جدا بنسميهم سنتريول. السنتريول ده مكانهم فين؟ جنب النيوكليولس. يعني السنتريولز are located near the nucleus in the region called centrosome، يعني المنطقة اللي جنب النيوكليولس دي طبعا منطقة من السيتوبلازم جنب النيوكليولس. المنطقة دي فيها two centrioles، المنطقة دي كلها على بعض أو الريجن دي كله على بعض بنسميه سنتروسوم. البلانت ما عندوش سنتروسوم، طب ايه اللي هيحصل؟ احنا قلنا ان السنتروسوم في الانيمال اند سام فانجاي سيلز، ولما اقول سام فانجاي يعني ممكن في فانجاي ما عندهاش سنتروسوم، يبقى البلانت سيل ما عندوش سنتروسوم، وفي سام فانجاي سيلز نوت كونتين سنتروسوم. طب يحصل ايه للسيل دي؟ يقول لك السيتوبلازم اللي جنب النيوكلاس بيشتغل كانه هو سنتروسوم. يقول لك these cells contain a region of cytoplasm conducts the same function instead of it. Structure of centriole. Centriole اللي هو الجسم الصغير اللي موجود في منطقه السنتروسوم. السنتريول ده بيتكون من 9 groups of microtubules ordered in triplets in spherical or cylindrical shape، يعني عبارة عن 9 مجموعات من الأنابيب الدقيقة جدا مترتبة في شكل ثلاثيات حوالين شكل أسطواني. يعني كأنك أنت مثلا قلم، والقلم ده حواليه 9 مجموعات، كل مجموعة فيها 3 من الأنابيب الدقيقة جدا. فيقول 9 group of microtubules ordered in triplets. إيه الفانكشن بتاعت السنتروسوم؟ ليه دور كبير في عملية السيل ديفيجن؟ ازاي؟ احنا قلنا السنتروسوم بيتكون من 2 سنتريولز. خدنا في تالت اعدادي لما تيجي عملية البروفيز، السنتريولز دي هيبتدي يبعدوا عن بعض ويتحركوا ناحية البولز اوف سيلز، يعني واحدة كأنها ناحية النورث والتانية ناحية الساوث، وتبتدي تتكون خيوط between 2 سنتريولز. الخيوط دي بنسميها سبيندل فيلمنتس، وابتدي تركع تتكون عليها كروموزومز تتربط عشان تساعد في عملية الديفيجن. فبيقول لك السنتروسوم has important role during cell division. ازاي؟ where the spindle filament extend between centrioles present at each pole of the cell. السنتروسوم له دور تاني مهم، form flagella and cilia. يعني ايه flagella ويعني ايه cilia؟ في كائنات بنقول عليها micro organisms بتعيش في الميه. الكائنات دي بتتحرك جوه الميه، وسائل الحركه بتاعتها اللي هي الفلاجيلا والسيليا. فلاجيلا اللي هي اصوات او صوت، الصوت اللي هو زي ايه؟ الحبل او كرباج بتتحرك بيه في الميه. السيليا يعني زي اهداب او شعيرات صغيره تبقى طالعه من جسمها تتحركها في الميه. ده شكل السنتريول، واللي انا قلت عليه عباره عن ايه؟ ثلاثيات. لو تلاحظ هو جايب لك مايكروتيوبولز، لو عديتهم هتلاقيهم 3. انت عندك بقى 9 مجموعات، كل مجموعه فيها 3 من المايكروتيوبولز. 9 مجموعات دول مترتبين كلهم مع بعض في شكل اسطوانه. نمبر 3 اندوبلازميك ريتيكولم. طيب قبل ما نقول مكانها فين بنديها وصف صغير. بنقول الاندوبلازميك ريتيكولم is a network of membranous canaliculi، يعني عبارة عن شبكة من الأنيببات الدقيقة، وكل واحدة من الأنيببات دي بيبقى حواليها ممبرين. كلمة أنيببة تصغير لأنبوبة، يعني حاجات أرفع من الأنبوبة نفسها.
دي مكانها فين؟ extends in all cytoplasm attached to the nuclear envelope and cell membrane. What is the function of endoplasmic reticulum؟ دي بنعتبرها جهاز مواصلات داخلي، نظام نقل داخلي، بنقول عليه internal transferring system. بتعمل ايه؟ transferring the substance from part to another inside the cells. كمان transferring the substance between nucleus and cytoplasm. There are two types of endoplasmic reticulum. Number one, rough endoplasmic reticulum. معناها خشن. Number two, smooth endoplasmic reticulum. معناها ملساء. طب ايه الفرق بين الرف والسموث؟ هنمسك اول نوع الرف endoplasmic reticulum. سميناه رف ليه او نوع ده خشن ليه؟ لقيه على السطح الاندوبلازميك ده في عدد كبير من الريبوسوم، فعطاه نوع من الخشونة. تاني حاجة، طب الرف endoplasmic reticulum فايدتها ايه؟ بتكون بروتينز في السل، كمان ممكن تدخل تعديلات على البروتين اللي بتطلعه الريبوسوم. تالت حاجة، making new membranes in the cell. الرف endoplasmic reticulum موجودة بكميات كبيرة فين؟ في مكانين، cells في stomach lining، يعني السيلز الموجودة في بطانة المعدة. ليه؟ لأن الستومك دي بتطلع انزيمز بتساعد في عملية الهضم، والانزيمز عبارة عن بروتينز، يبقى مين اللي ساعدها في تكوين الانزيمز أو البروتين؟ الرف endoplasmic reticulum. كمان بنلاقيها في مكان تاني endocrine glands، الغدد. الغدد دي عبارة عن سيلز بتكون هرمونز، والهرمونز ده نوع من البروتينات أو تكوين بروتينز، يبقى لازم يكون الجلاند فيها الرف endoplasmic reticulum. تاني نوع smooth endoplasmic reticulum. ليه بنقول عليه smooth؟ عشان ما عندوش ريبوسوم، ريبوسومز are absent from it. طب ايه فايدته للسموث endoplasmic؟ بيكون lipids، بيحول الجلوكوز لجلايكوجين، بيعمل modifying the nature of some toxic chemicals in the cell to reduce its harmful effect، يعني بيعمل تعديل في طبيعة بعض المواد الكيميائية السامة اللي جوه السيل عشان يقلل من سميتها. الشكل اللي قدامنا شكل endoplasmic reticulum، جايب لك نوعين منهم، الرف الموجود على سطحها الريبوسوم اللي هي النقط السوداء، والسموث اللي مش موجود على سطحها الريبوسوم. طيب السموث endoplasmic reticulum بنلاقيها فين؟ في الهيباتيك او بنقول عليها الليفر سيلز، في خلايا الكبد. ليه؟ لان الليفر هو اللي بيحول الجلوكوز لجلايكوجين، هو اللي بيخلصنا من سموم الجسم. يقول لك some toxic compound are converted to less toxic one، ده بيحصل الكلام ده فين؟ في الليفر. يبقى معنى كده ان الليفر عباره عن سيلز فيه نسبه عاليه من السموث endoplasmic reticulum، يعني وظيفه الليفر بتيجي من وظيفه السموث endoplasmic reticulum اللي جواه. Choose the correct answer. The cell wall is consisted chemically of number A micromolecules, number B macromolecules, number C macro and micromolecules, number D organic molecules. طبعا the cell wall consists of cellulose، والcellulose ده نوع من انواع الكربوهيدرات. هتبقى